بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن نلتقي في هذه الحلقة من حلقات مادة مبادئ الاقتصاد، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نربطها بما سبق ربطا يؤدي إلى تكامل الصورة المعرفية عن هذه المادة، وتبين من خلالها إن شاء الله التكوين الذهني للإنسان الذي يدرس في مجال علم الاقتصاد. تحدثنا في الحلقات السابقة عن موضوعات عديدة، ونتحدث اليوم عن موضوعين في هذه الحلقة. الموضوع الأول متعلق بالتجارة الخارجية، والموضوع الثاني حيتعلق إن شاء الله بالتنمية والتخلف الاقتصادي. ونبدأ بالتجارة الخارجية. التجارة الخارجية من أهم التكوين الاقتصادي، أو من أهم الموضوعات التي تدرس في علم الاقتصاد، وهذا ناتج من حقيقة أولية إنه الإنسان حتى على المستوى الفردي لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج إليه، وإنما ينتج ما هو قادر على إنتاجه وتبادله مع الآخرين ليكمل احتياجه، وليكمل الآخرون احتياجه من إنتاجه. لذلك ظهرت عملية التخصص في الإنتاج في على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الدولي. فجاء الحديث عن التجارة الخارجية، وتذكرون حين نتحدث هنا عن الدخل القومي وتكويناته والوحدات المشاركة فيه، وذكرنا من ضمنها التجارة الخارجية أو العلاقات الخارجية في التبادل، لأن في هذه العلاقات دراسة للصفقات التي تتم بين الدول. هذه الصفقات بتمثل علاقة لانتقال سلع أو خدمات أو انتقال رؤوس أموال بين الدول، سواء كانت مستثمرة استثمار قصير الأجل أو طويل الأجل، أو استثمار في مجالات إنتاجية مختلفة بتم بين الدول. فكيف تتحرك هذه السلع والخدمات، وهم الآثار المترتبة على حركة هذه السلع والخدمات سلبا وإيجابا على الاقتصادات المختلفة. وطبعا ده مبني على أنه ما في دولة الآن، لما تحدث عن كان قديما تحدث بعض الاقتصاديين عن الاكتفاء الذاتي، لكن اتضح ان الاكتفاء الذاتي كما قال احد الاقتصاديين هو انتحار ذاتي، لانه ما في دوله الان على نطاق العالم مهما كانت ضخمه وكبيره تستطيع ان تؤمن كل احتياجاتها في المجال الاقتصادي من داخل حدود الاقليميه، وانما تحتاج بالضروره الى الدول الاخرى، حتى دول صغيره هامشيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى وزع الموارد على ظهر الارض ووزع الامكانات على ظهر الارض حتى يكون في نوع من التالف والتاخي والتعاون بين البشر. ولذلك الظاهره دي لفتت نظر الاقتصاديين لدراستها بالتفصيل. ولذلك التجاره الخارجيه عباره عن التبادل الذي يتم خارج الحدود الجغرافيه للبلدان، وهو تبادل واسع وكبير جدا ونشط جدا ومستمر، لأنه أي انقطاع له يعني انقطاع للتطور الاقتصادي حتى الداخلي. فلذلك جاء الاهتمام بالتجارة الخارجية باعتبارها جزء من مكونات النشاط الاقتصادي، بس الجزء المهم الذي يمكن فيه الدولة من أن تبيع منتجاتها للآخرين وتستورد احتياجاتها من الآخرين من خلال عمليات مبادلة بتتم بصورة قانونية أو إجرائية معينة. فلذلك دراستها بتأدي هذا الدور أو هذه المهمة إن شاء الله. حدثنا في بداية هذه الحلقة أننا سنتحدث إن شاء الله عن التجارة الخارجية باعتبارها من ضمن الظواهر التي اهتم بها الاقتصاديون. وعرفنا التجارة الخارجية بين تبادل السلع والخدمات. بعض الناس بيزيد الأمر وضوحا بيتحدث عن الفوائد التي تترتب على التجارة الخارجية، يعني ماذا نستفيد الدول سوى الدول من التجارة الخارجية. من أول ما تستفيد الدول إنها تحصل على احتياجاتها من سلع وخدمات كانت غير متوفرة لديها لأسباب مناخية أو لأسباب جغرافية أو لأسباب فنية أو لأسباب تكنولوجيا، وأيضا تصرف الموجود لديها والسلع التي توفرت لها بشكل أكبر فائضة عن استهلاكها واحتياجها، وتأخذ في مقابلها النقد اللي ممكن تشتري به واحتياجاتها. أيضا التجارة الخارجية بتساعد على التخصص، يعني كل إقليم كل دولة واحدة تتخصص في إنتاج سلع معينة لتوفر لها فيها ميزة معينة، سواء كان نسبة من المناخ أمطار
أراضي خصبة قابلة لها مياه أكبر، أو تخصص في التعدين يعني عنده أراضي معادن ذهب فضة بترول وما إليه، فدي يعني بتخلي التخصص ده بيزيد من قيمة الأداء ويرفع كفاءة الأداء في الدولة المعنية. رفع كفاءة الأداء ده برضو بيعود على الاقتصاد المحلي بزيادة الدخل القومي بزيادة وفرة والرفاهية للأفراد، وبيزيد أيضا من الدخل العالمي ويزيد من التبادل. لما كل التخصص أنا لما اشتري سلعة متخصصة بقيمة ممتازة وبكفاءة ممتازة بكون أنا كسبان، مهما أدفع فيها أموال زي ما تحدثنا عن يعني توازن المستهلك، لقيت مستهلك يدفع في سلعة ثمن كبير جدا إذا حس هنا بتقدم له خدمة كبيرة جدا حتى ولو كان سعرها الحقيقي غير كده. فلذلك التخصص ده بيزيد من قيمة الفهم الفنية والكفاءة الفنية للدولة، وبسعيدة في إنها تقدم للعالم أفضل ما عندها وتستورد من العالم أيضا أفضل ما عنده، لأن العملية فيها عملية بتاعت تبادل للمنافع بشكل واسع. نقطة بيذكرها الاقتصادي هنا يعني ما هو السبب في الزيارة الخارجية، لأنه نلقى بعض الدول يعني في إنتاجياتها متشابهة بعضها، لكن برغم ذلك فإنها في علاقة تجارية متبادلة. الاقتصادي ريكاردو يعني لفت النظر إلى التكاليف النسبية مش التكاليف المطلقة، يعني أنا عايز بزرع الزراعة بتكلفني كم إذا أنا زرعتها جميعا، إذا خليت زراعة القمح ومشيت للنسيج، النسيج بيكلفني كم؟ سلعة دي تكون تكلفتها كم عشان يبيع العالم الخارجي؟ لو عملنا مقابلة بين دولتين، دولة فيها أراضي خصبة جدا ممكن تزرع وفيها يعني شتاء ممكن ينجح القمح، ودولة تاني يعني أراضيها تعمل لكن ممكن تزرع قمح برضه، لكن إنتاجيته ما حتكون إنتاجية زي دي، تكلفته ما حتكون زي التكلفة زي دي، فسموها بالتكلفة النسبية. يعني نسبة التكاليف دي، الدولة التانية دي صحيح ما بتنتج قمح بكفاءة أعلى وبسعر، لكن ممكن تنتج حاجة تاني، ممكن تنتج بغوليات، تنتج فواكه، تنتج أي شيء آخر نتيجة لظروفة المتوفرة دي، خاصة الظروف المناخية. الظروف المناخية دي ما حقت ناس، ده حقت الله، توزيع الأراضي حارة وأراضي رطبة وأراضي جافة، فدي بتأثر فيه السلع والخدمات المنتجة في الداخل. فالتكاليف النسبية هي اللي بتخلي التجارة الخارجية بتتبادل من طرفين، فالدولة تتخصص في إنتاج سلعة أو خدمة تكون تكاليفها نسبية أقل، وتبيعها لدول تانية تكون تكاليفها نسبية أعلى، وتستورد منها السلع والخدمات اللي بتكون تكاليفها نسبية أدنى هناك، ويكون التبادل ده بيؤدي إلى نوع من التكامل في المنتجات على النطاق العالمي، ويشعر المجتمع الدولي كله برفاهية، أنا أحصل على ما يريد وأنت تحصل على ما تريد بالسعر الذي يناسبني والسعر الذي يمكنني من الحصول على السلع والخدمات المنتجة حتى خارج الحدود الجغرافية لبلدي. فلذلك الحديث عن التكاليف النسبية ده يعني تفسير لاستمرارية العلاقات التجارية بين الدول، وكان تفسير أيضا له قناعته أو تفسير يكون نوع من القناعة لدى المستمع. تحدثنا في الفقرة السابقة عن الميزة النسبية أو التكاليف النسبية لسلب اعتبارها هي المحرك للتجارة الخارجية بين الدول وتنشيطها. الفقرة المتعلقة بذلك وهي عن الحديث عن السياسات التجارية، يعني أن التجارة الخارجية مهما كانت احتياج ومهما كانت الظروف ما ممكن تدين بصورة عشوائية، خاصة في ظل التقسيم الدولي المعاصر، دول سياسيا تقسمت إلى وحدات، وحدات بشكلها العام ما متكملة بشكلها العام يعني ما متسقة فيها إمكانيات ضعيفة، فلذلك أصبح الحديث عن التجارة الخارجية لابد أن يتم من خلال ضوابط معينة وآليات معينة وسياسات معينة وترتيبات معينة حتى تستفيد الدولة من تجارة خارجية مع العالم الخارجي، لأنه أي عشوائية في هذا الجانب ستضطر بالاقتصاد القومي لأي دولة تكون عشوائية في حركة التجارية مع العالم الخارجي. فلذلك تحدث الاقتصادي عن السياسة التجارية، يعني التجارة لابد أن تتم في إطار سياسة محددة ترتضيها الدولة أو ترتضيها الدولة تتعامل بها الدولة. وفي هذا الشأن يعني الناس لاحظوا أن هناك نوعين من السياسة التجارية، السياسة التجارية الحرة وسياسة التجارة الحرة وسياسة التجارة تحت الحماية. يعني إيه سياسة تجارية حرة؟ يعني أنا أفتح باب الاستيراد والتصدير مع كل أنحاء العالم لدولتي،
وطبعا ده يعني فيه قدر كبير جدا من الخطورة، ممكن نتجاوز الخطورة إلا إذا كان الاقتصاد القومي للدولة بتلتزم بحرية التجارة بأن تكون يعني قادرة على تغيير هيكل الاقتصادي لمقاومة السوق العالمي، قادرة على إمداد العالم بالسلع وخدمات بتجيب لها دخل، وأيضا قادرة على استيراد السلع وخدمات مضبوطة عشان تدخل في مجالات الإنتاجية. وطبعا دي تبنت الدول الأوروبية بعد الكشوفات الجغرافية وبعد الاستعمار وبعد كمية كبيرة جدا خلتها قادرة لأنها يعني تغير على نطاق العالم بحرية مطلقة تستورد وتصدر، وهي في النهاية هي المتحكمة لكن بالريموت كنترول من خلال مستعمراته، من خلال القدرات الاقتصادية العالية، من خلال حتى تحكم القانون وآليات للنقل ولغيره وغيره. فشجعت التجارة الحرة أو السياسة التجارية الحرة، لكن بعد استغلال كثير جدا من الدول لامية من الاستعمار وخروجها من الظروف الضغطة لقيت أن التجارة الحرة معها غير يعني خطيرة جدا، لأنها حتدمر إنتاجياتها المحلية سواء كان إنتاجية بسيطة أو إنتاجية صناعية. فلا يأتي ما تسمى إلى التيار السياسة الحمائية، يعني سياسة عشان تحمي منتجات المحلية. سياسة الحمائية يعني تفرض قيود جمركية على السلع الواردة أو تعمل نوع من التسهيلات للسلع المصدرة حتى يكون لها وجود في السوق، يعني تستورد بالسعر المناسب والحجم المناسب. إذا كان السعر هناك تعمل ضرائب على هذه السلع المستوردة وتحول هذه الضرائب لدعم منتجات المحلية عشان تقدر تنافس في المستقبل. فالسياسة دي إلى الآن يعني متبعة في كثير جدا من الدول، خاصة يعني الدول اقتصادياتها ضعيفة وإمكانياتها ضعيفة نتيجة للحدود السياسية التي الجغرافية التي تحكمها وتحد من حركتها في الإنتاج، حركتها في التطور، حركتها في التبادل. فده نوعين من السياسات الآن موجودات في النطاق العالمي وتمارس، وكل واحدة لها يعني مميزاتها ولها أيضا مخاطرها، ولكن الدولة اللي بتلتزم أي نوع من السياسات دي أو واحدة من السياسات دي بتكون هي عارفة بالضبط هي عايزة تلتزم السياسة دي ليه والمكاسب تحصل منها، أو تتجنب السياسة دي ليه والمخاطر بتترتب عليها. فذلك الاختيار بين السياسين بتحكم الظروف العملية لأي بلد من البلدان وليس أمرا افتراضيا، ولكن بناء على الواقع الدولة بتلتزم السياسات. في التيار الخارجية الحقيقة في مصطلحات حقيقة متداولة ويعني مهمة جدا إنه الناس يعني يتعرف عليها بصفة عامة عشان الواحد يعرف يعني إيه التيار الخارجية وما يتعلق به المصطلحات. من أول الحديث عن التيار الخارجية يتحدث عن ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات هو عبارة عن بيان بيتقيد فيه حركة الصادر والوارد والقيم للصادرات والواردات بين الدول، حيث في النهاية في نهاية السنة بشوف أنا حجم صادراتي كان كم وحجم وارداتي كان كم، أنا كسبان ولا خسران ولا أنا متعادل ولا أنا متجاوز، فدي بيحسبوها. فهذا الميزان المدفوعات فيه ميزان التجاري وفيه حساب رأس المال وفيه الحركة النقدية وفيه متداخلات كثيرة جدا لها صفتها الفنية، لكن أي زول يعمل في هذا المجال أو أي دولة يعني بيدير اقتصاد القوم لابد أن تعي إلى هذا الجانب وعيا كاملا ويكون في بيانات متوفرة عشان تقدر تعمل ترتيباتها الخاصة. من ضمن الحديث عن التجارة الخارجية في عمل السعر الصرف. يعني إيه سعر صرف؟ سعر صرف يعني أنا لما أجي أتاجر مع العالم الخارجي هم حيشتروا مني بعملتهم وأنا حيشتري منهم بعملتي، أو أنا حبيع لهم هم بعملتهم وهم يشتروا مني بعملتي. فالصورة التبادل بتتم من خلال العملات المتوفرة للدول المتبادلة. والناس بيقولوا إنه التجارة الخارجية عبارة عن مقايضة في الأصل، وتجي بعد ذاك النقود دولار ريال شيك سياحي وسائل دفع، وسائل دفع وسائل دفع عشان تضبط القيمة بتاعت الصادرات والواردات. والاختلاف العملات بين الدول بنحتاج إلى أنه القيمة هذه العملة بالنسبة لهذه العملة كم، يعني كم وحدة من هذه العملة تساوي كم وحدة من العملة السابقة. يعني لو ضربنا مثلا بالدولار، الدولار الآن نقول 2500 جل الدولار الواحد، فأنا لما أجي دار استورد ولا بد أعمل حسابي لأنه السلع اللي حستوردها لو درعته فيها 10 دولار حرفع 250، ما حد 2500 ما حدفع بالعملة المحلية بدفع بالدولار.
الفرق السعر ده انا لابد ارتب حالي عشان لما اجي بسرعه اكون عارف اني اشتريتها بسعر الفلاني، لانه العمله اللي انا اشتريت بها دي تكلفتها. زياده العمله او نقص العمله او ارتفاع سعر العمله او انخفاض سعر العمله ده مربوط حقيقه بحاجتين. الحاجه الاولى كميه المنتجات في الاقتصاد القومي. انا كم بنتج وكم يحتاج العالم من انتاجي؟ كل ما كان انتاجي كبير واحتياج العالم لمنتجاتي كبير، كل ما زاد سعر العمله بتاعتي. كل ما ضعف هيكلل انتاجي واصبح سلعي غير قابل مقبوله في السوق، كل ما قل سعر الصرف بتاع عملتي، لانه اللي عايز بيلقى جنيه سوداني هيشتري منك شنو؟ اذا كان ما عندك سلع وخدمات تبيع له. فذلك بيتدنى سعر الجنيه، لكن لو بقى عندك عمله يعني سلعه بتبيع له هيحاول يحصل على الدور الجنيه ده باي سعر عشان يحصل على السلعة بتاعتك اللي انت بتبيعها. فذا كان بيتحدث عن امريكا باعتباره دولار سلعة يعني عملة سياسية بقت على النطاق الدولي، لانه اقتصاد امريكا اقتصاد متكامل، ممكن من الابرة للصاروخ عندهم منتجات فيه، ممكن كدولار ممكن تلقى حاجة تشتريها من امريكا، لكن لو لقيت انت عملة سودانية هتشتريها من شنو؟ يمكن ثلاثة اربعة خمسة سلعة، لكن الباقي انا ما عايزه. فذلك تدني سعر العملة وارتفاع سعر العملة أساسه هو كمية السلع والخارجات أو قوة الاقتصاد القومي، أو هي التعبير الحقيقي عن قوة أو تدني الاقتصاد القومي لأي بلد من خلال مقياس عملتها بالنسبة للعملات الأخرى. وطبعا دي بقت فيها عمليات فنية وغيره وغيره. بعض الأحيان بيكون التداول بتبادل العملات أو سعر الصرف يتحدد بصورة يعني إدارية، تقول لظرف معين تحاول تقول والله سعر الدولار عندي أنا 2000 جنيه بدل 2500، ده سعر اداري، لكن بتحكم وين او بتتبادل بيقول للناس اللي بيصدروا تقول انا جبت سلعه انا بس اديك بالدولار 2000 جنيه، ولو صدرت سلعه انا عايز تدور لي انا في المحل لا 2000 جنيه باي دولار. طبعا ده قضيه اداريه فيها نوع من التحكم في كثير جدا من الاحيان، بيكون التحكم السياسي اكثر منه اقتصادي ويضر بالبلد اكثر مما ينفع بكثير من الاحيان، لانه يكون في جزء تحكمي، يعني جزء ليس مبنيا او مؤسسا على تبادل اقتصادي حقيقي. ولذلك في هذا الشان لابد ان الدوله تعرف تماما كيف، زي ما قلنا سعر الصرف يتحدد بالقدره التبادليه للدول، سعر الصرف حر او سعر الصرف متحكم فيه، سعر الصرف ثابت وسعر الصرف متبادل اللي بيسموها تعويم العمله، خاصة إذا كان أدائك الاقتصادي ما منضبط، سلعك يوم في العالي ويوم في الناقص، وسنة أنتجت كمية كبيرة وسنة تانية أنتجت كمية ضعيفة جدا. فعشان يكون في توازن بتقول الله أنا بفك العملة بتاعتي دي تتبادل في السوق عايمة، يعني تحدد سعرها وتطفو حسب المعاملات التجارية تتم لسلعي أنا، ده اللي بيحدد سعر العملة بتاعتي. وطبعا دي قضية برضو محتاجة لإدارة ممتازة جدا للاقتصاد القومي، قادر انها تتحكم، قادر انها تعمل تجمع معلومات، قادر انها تبث المعلومات للمستثمرين وللمنتجين بكفاءة عالية جدا. من خلال المعلومات والبيانات دي يستطيع المنتجين والمستثمرين ان يبنوا استراتيجياتهم الاستثمارية بمعلومات متوفرة. يعني لما اقول السوق العالمي هيحتاج الى قدر كده من القطن، اي انسان عنده قدرة حيعمل له مشروع بتاع قطن، ولما اقول سعر القطن حتدلنا اي زول بيزرع قطن حيزرع له منتج اخر. فلذلك التبادل ده بيتم من خلال معلومات متوفره، عدم وجود المعلومات المتوفره هو اللي بيؤدي الى ربكه في العملات المحليه مع العملات الخارجيه، وطبعا عانينا من هذا الامر كثير جدا في السودان الشقيق هذا ما بقول. ولذلك محتاجين حقيقه ده محتاج الى نوع من الضبط والاداره الملتزمه، اداره بتوفر لها معلومات وتوفر لها قدره على اصدار القرار في حينه بعينه. ما اقول دوله بوليسيه، لكن دورها بتاعت معلومات، مجرد معلومات ممكن يدير بها اقتصاد القوم بصوره كبيره جدا وبصوره منضبطه جدا، تتوفر لنا فيها قدره الحركه بين المنتجين والمستوردين والمصدرين بشكل يخلق كفاءه اداء يوفر للمواطنين السلع والخدمات التي يحتاجون اليها. عزيزي المشاهد، تحدثنا في الفقرة السابقة عن التجارة الخارجية بقدر من التفصيل يمكن الإنسان أن يكون فكرة معينة فيها نوع من التكامل لأثر هذه التجارة على الاقتصاد القومي. نتحدث الآن عن ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تم بها الاقتصاديون اهتمام بها، وكانت لها أسباب الاهتمام بها، يعني خروج الدول من الاستعمار
ونيل الاستغلال هي قضية التخلف وقضية التنمية والنمو الاقتصادي. الحقيقة هذه القضية يعني لا تزال محل بحث كبير جدا بين الاقتصاديين، وتتطور الأداء فيها والمفردات بتاعتها بتتوسع كل يوم بالتوسع اللي بنشوفه نحن على الأداء القومي الاقتصادي سواء كان نجحا أو فشلنا. فنتحدث إن شاء الله عن النمو الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية من أحد السادات برضو من خلال مصطلحين، مصطلح النمو ومصطلح التنمية، ونحاول نفصل فيهن. لكن أنت عايز تنمي ليه، أو تعمل تنمية ليه، أو تعمل نمو ليه؟ الحديث ده اللي فرضه على الواقع هو التخلف الذي تعيش فيه كثير جدا من الدول التي خرجت من دائرة الاستعمار، خرجت دول متخلفة اقتصادها يعني متواضع، إمكانياتها متواضعة، فعايزين نرتقي بهذه الدول لحيث تصبح دول يعني قادرة على الدخول في عملية التبادل الدولي، لأن التطور بيد معنى قدرتك على التبادل، التخلف يعني قدرتك على يصيبك بالعجز عن التبادل الدولي، وعدم التبادل الدولي بصورة عامة بيخلي الدول المواطنين بتعيش في نوع من الضيق ونوع من عدم الإحساس بالرضا. فلذلك أصبح الحديث عن التنمية والنمو والتخلف الاقتصادي يعني حديث له حجم كبير جدا في مجال الاقتصاد، وأصبحت في كتب كبيرة تتحدث عن التنمية كيعني موضوع من موضوعات الاقتصاد. عشان نتحدث احنا عن التنمية بقول لك تحدث أول عن التخلف، لأن التنمية هي معالجة للتخلف، النمو برضه معالجة للتخلف. فما هي الدول المتخلفة اللي احنا عايزين ننميها؟ ما بنقدر نقول فلان وفلان وفلان أو دول فلانية ودول فلانية، فبالاقتصاد لأنه دراسة يعني موضوعية. فالاقتصاديين قالوا والله في ظواهر معينة، إذا وجد هذه الظواهر في دولة معينة هذه الدولة تصبح متخلفة، إذا انعدمت هذه الظواهر المعينة في دولة معينة دولة خارج من دائرة التخلف إلى دولة متطورة أو متقدمة. الظواهر المعينة دي قسموها لخصائص اقتصادية وخصائص سياسية وخصائص اجتماعية وخصائص ديموغرافية. يعني ايه فنشوف احنا مفردات بتاعت المصطلحات دي، حدث عن خصائص اقتصاديه للتخلف. الخصائص الاقتصاديه الدوله المتخلفه بتسود ظواهر معينه في المجال الاقتصادي تحديدا. يعني من اول هذا التخلف يعني ضعف البنيه الاساسيه اقتصاديه. طبعا البنية الاقتصادية هو يعني عملية بتقود إلى عدم الإنتاجية، إلى عدم 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 كمية كبيرة جدا. أيضا تحدث عن تخلف الفن الإنتاجي هي التكنولوجيا والتطور، وتحدث عن ضعف الدخل، وتحدث بالتالي عن ضعف الاستثمار، وتحدث بالتالي عن ضعف التكوين الرأسمالي. وبعدين من الظواهر دي الدول دي بتعتمد على نشاط انتاجي واحد، سواء كان انتاجي اخراجي او زراعي، الاثنين واحد كده واحد كده، يعني مال الاقتصاد بتاعها ما متكامل، وانما يعتمد على نشاط واحد. النشاط الواحد ما مضمون ان تصيبه اي آفة من الآفات او ظاهر من الظواهر التي تؤدي به. ايضا التي التبعية للخارج، يعني الدول دي بتعتمد في اداء الاقتصادي سواء استيرادا تصديرا او نشاطا على الخارج، في بيع للخارج او في شراء من الخارج. فاذا اقتصاده قرار اقتصادي يعني قوته ما بتصدر من الداخل، وانما بتصدر بالاعتبارات الخارجيه، خاصه انها بتتعامل مع دول كبيره وعندها امكانيات. ايضا ده بيؤدي الى عجز ميزان المدفوعات، الحته دي بيسموها الدائره المفرغه للفقر، على اساس انه الخصائص دي يعني قد تكون واحده واثنين وثلاثه واربعه لكنها دائره مع بعض. بيقول لك يعني بنية أساسية ضعيفة ليه؟ لأنه تكوين الرأسمالي ضعيف، تكوين الرأسمالي ضعيف لأنه دخل ضعيف، دخل ضعيف ليه؟ لأنه إنتاجية ضعيفة. فدول كل الأثنين لازم يكون في نشاط يكسر هذه الحلقة المفرغة من عشان نقدر ننتقل منها لغيرها مرحلة مزدوجة. فذاك الخصائص الاقتصادية لما تكون موجودة في بلد معناها صاد بتاعت الدولة حيظل ضعيف ومتخلف إلى أن يغيظ الله سبحانه وتعالى وسيل الحل. فهذا الخصائص الاجتماعية. وبعدين طبعا الاقتصاد لا ينفصل عن الاجتماع، الاجتماع لانه التكوين الذهني للناس والتكوين الفكري والامكانيات، فبيتحدثوا من ضمن الخصائص الاجتماع عن تدني التعليم، مستوى التعليم في البلد، مستوى التعليم في البلد يعني مستوى التفكير، مستوى الابتكار، مستوى التجديد، مستوى الرفاهيه.
بعدين التدني المستوى الصحي، المستوى الصحي برضو من اخطر الاساسيات لحاله. يعني ناس عندهم ملياري كثيرين مزارعين، يعني يكون شهر كل ما يشتغل 5 أو 6 يوم انتاجيته تكون ضعيفه. فلذلك المستوى الصحي لما يكون ضعيف او بتاكل، الاداء الاقتصادي برضو يكون ضعيف. ابتغاء الروح الابتكار والتجديد، طبعا دي بالسوق المنافسات اللي بتتم بين الناس والروح الايجابيه اللي بحركها المجتمع. لما تكون مجتمعات هابطه ويعني تفكير واجتماعاتها كلها متدنيه، بيكون برضه قدرتها على الانتاج وعلى الابتكار بتكون واضحه. ايضا من ضمن الضوايا الاجتماعيه الخطره دي الانفاق الاستهلاكي. ناس تعبانين لكن بينفقوا في المجالات الاستهلاكية أكثر مما ينتجوا أو أكثر من طاقتهم، فبددوا رأس المال الموجود بدلوا الإمكانات الموجودة في أشياء غير منتجة. فدي كلها بسموها الظواهر الاقتصادية الاجتماعية للتخلف. هنا الظواهر الديموغرافية دي بتتعلق بالمواليد والوفيات. دائما بيقول لك الدولة المتخلفة ما مواليدها كثيرة أو وفياتها كثيرة في الاثنين دول، يعني ما في توازن بالاجتماع. وبعدين الزيادة السكانية في بعض الأحيان بيكون أكثر من إمكانيات المتاحة بالنسبة للبلد، فبكون لابد ارتفاع نسبة الأطفال ونسبة الأمية في المجتمع. عندنا الخصائص السياسية، ونقولها سريع جدا، الخصائص السياسية الحقيقة بيقولوا ما في استقرار سياسي في البلد. عدم الاستقرار السياسي بيؤدي بالضرورة لعدم القرار انتظام القرار الاقتصادي، لأن الاقتصاد خيارات، السياسي هي اللي بيتخذ القرار بين الخيارات دي. فلذلك عدم بلد ما فيها استقرار سياسي بحيكون ما فيها انتظام لقرار اقتصادي، ويؤدي بالضرورة الى الارباك في السياسات في الانتظامات في كل ده، وبعدين تشتت الجهود في الدولة، يعني ما يكون في اتجاه واحد. وده بنشاهده في كل الدول النامية، ومن ضمنها يعني السودان. شيء من احنا يعني قدرتنا السياسية على اصدار القرار المتعلق بالاقتصاد برضها ضعيفة، يعني كمية من القرارات الاقتصادية اللي ما لقت تأييد سياسي او الاقتصاديات اللي ضعف فيها تغيير سياسي وما قدرنا نواصلها. تجي حكومة تغير وتجي وزير يغير، فده كله بيربك الأداء في الاقتصاد القومي. وبتظهر هذه الحلقة المفرغة للفقر موجودة في المجتمع. تحدثنا في الفترة السابقة عن التخلف الاقتصادي، يعني تحدث عن التنمية والنمو الاقتصادي. تحدث عن خلال مصطلحين، نمو وتنمية اقتصادية. والفرق بيناتهم أن النمو بيتم بصورة تلقائية، يعني الهيكل الاقتصادي بيشتغل لوحده كده وبيزيد الدخل القومي، وبالتالي بيزيد الرفاهية لأسباب تتعلق بتماسك الاقتصاد، وده كله موجود في الدول المتقدمة باعتباره من زمان رتبت حاله مشد. أما التنمية الاقتصادية فهي نوع من التطور الإرادي، يعني في جهة معينة وراء هذا النمو خططت له ورسمت له ووزعت المسؤوليات والمجهودات في هذا الشأن، فبسموه التنمية الاقتصادية. هي عملية إرادية، وده الفرق بين التنمية والنمو. في مصطلح آخر بيتحدث عن التقدم. التقدم الحقيقي مقصود به حقيقة التقدم التكنولوجي اللي بيحدث في المجتمع، لأن التكنولوجيا الآن أصبحت هي القطار القائد أو رأس القطار القائد لحركة النشاط الاقتصادي. بيزيد الإنتاجية وبيزيد التطور في السلع والخدمات. فلذلك الدول المتقدمة هو الدول عندها قدرات تكنولوجية عالية جدا، من الممكن أن تكسب من خلال هذه القدرات التكنولوجية أموال. ولذلك الآن الدول الكبرى أصبحت تحدث عن العوائد الفنية لمنتجاتها، بحدثوا عن يعني رأس المال البشري والابتكارات والجديدات اللي بتصنع عنه، وقاعدين نفرض عليها ضرائب. وطبعا دي لو ما تكون ما موجودة بشكل عائق على الدخل القومي بتاع البلد، وعدم الدخل القومي لما يضعف بتضعف الانتاجية، تضعف الانتاجية حيحسوا الناس بالضيق. بعدين فلذلك قالوا التنمية هي عبارة عن عملية مستمرة لزيادة الدخل القومي بصورة أوسع، يعني ما شو عملية عشوائية. أهداف التنمية تتمثل في إنه تحقيق سيادة الدولة على موارد الاقتصادية، بعدين زيادة الرفاهية للمجتمع. كل ما كان متطور في وسائل وخدمات، كل ما أفراد في هذا المجتمع يحسوا بنوع من الوفرة والرفاهية. بعدين استثمار الموارد المتاحة، لأن من غير قدرات معينة لا تستطيع أن نستثمر المزارع. إحنا في السودان الآن عاجزين إلى الآن، نتحدث عن 400 مليون فدان صالح للزراعة، نستخدم هنا 40 مليون. كل الجودة دي بكل الكلام اللي اتقال، فمعنى هذا كنا عايزين عن استخدام الموارد بتاعتنا استخدام كبير جدا. جانا البترول الان وحل نوع شويه كده من الازمات، لكنه اتدنى في المقابل انتاج زين. بتدي التنميه الى تنويع الصادرات، يعني بدل تعتمد على مصادر واحد نوعي الصادرات، وده بالتالي بحقق العداله الاجتماعيه بين الافراد.
في المشاكل اللي بتحول دون تحقيق التنمية. من ضمن هذه المشاكل الحلقة المفرغة للفقر اللي حدثنا عنها قبل، دخل ضعيف، استثمار ضعيف، تكون رأسمال ضعيف، فلا بد أن يكون في نوع من نقص المعلومات في الاقتصاد. وضمنهم العقبات اللي بتضع الدول الخارجية اللي احنا بنتعامل معها ونتعامل مع الدول النامية. فلذلك محتاجين حقيقة إلى أن يكون في نوع من الجهة تدير التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتوفر لها الإمكانات المالية والإمكانات الفكرية والإمكانات التخطيطية. الناس بتحدثوا عن مراحل النمو الاقتصادي، مرحلة الدولة التقليدية، وبعدين المجتمع بيحضر، والمجتمع الثاني القابل للانطلاق، والمجتمع المنطلق المطور. طبعا دي كلها بتحكمها برضو يعني مراحل تاريخية مرت بها بعض الدول، ليس بالضرورة أن تتكرر بنفس الصورة، لكن يعني هي أنواع من الدراسات عينة الباقي. بتحدث عن التخطيط الاقتصادي، وطبعا ده مصطلح جديد، التخطيط الاقتصادي مصطلح جديد، لكن الممارسة ليست جديدة، لأنه أي إنسان دار يعمل أي شيء في الدنيا بيسبق عمله ده صورة ذهنية، بيرتب حاله يعمل شنو يعمل شنو يعمل شنو. هذا يكون ترتيب صح قد يكون ترتيب غلط، لكن لابد أن يكون في صورة ذهنية سابقة للنشاط الاقتصادي. أي نشاط اقتصادي في الدنيا أو أي نشاط بيسبق صورة ذهنية. صورة ذهنية هذه قالوا نحن يعني نصطلح على أن نسميها التخطيط. الزول بيفكر، يفكر بعقلانية، يفكر بإيجابية، توفر له القدرات، توفر له إمكانيات، كيف يضع سياسة تجارية، كيف يضع سياسة استثمارية، كيف يضع علاقات خارجية، كيف يضع توزيع الإمكانات على الموارد المتاحة، يسموه التخطيط. فالتخطيط الاقتصادي ده بتقوم به وجهات فنية بتتوفر لها معلومات، بعد ذلك بتديها للوحدات الاقتصادية ويكون في رابط بيناتهم. دائما التخطيط يكون في رباط يعني امامي وخلفي بين المنتجات، بين الحركه كلها. يعني ما كل وزاره ومؤسسه تشتغل واحده، ولكن الوزاره تشتغل في ظل تكامل معين. احنا اللي بعيبنا الان في السودان باعتبارنا يعني كل وزارات ووحدات تشتغل من غير اهتمام بالوزاره الثانيه، وده بسبب ان التعارض بيناتهم حيؤدي الى تدمير النشاط الاقتصادي بصفه كامله، لانه اي خطا في اي وحده بالتالي بينعكس على الوحدات الاخرى، ما بخليها تمشي لقدام. تحدث عن الاستثمار واستخدام الاستثماريين الاجانب، تجي الولايات تعمل هنا رسوم وقوانين ومش عارف وبتاع، بتخلي العمليه ما تنساب الى اخر المدى بتاعها، برغم الكلام الكثير. لكن انعكاس التخلف، انعكاس عدم وجود جهه معينه تدير الاقتصاد، انعكاس عدم وجود يعني ضوابط معينه ومحاسبات معينه بيؤدي الى هذه الربكه. فلذلك التقدم الاقتصادي ما بيتم بصوره عشوائيه، وانما يتم بصوره منتظمه الى حد ما البلد تبقى في التطور التلقائي او التقدم التلقائي او النمو التلقائي. بعد ذلك الاليات الاقتصاديه لا بتشتغل وتتحرك بصوره تلقائيه كبيره جدا، لانه كل واحد يعرف دوره، كل واحد يعرف علاقته بالمفردات الاخرى، كل ذول يعرف حجمه الحقيقي والعلاقه اللي بتربطه بالاخرين عشان يكتمل دوره. طبعا دي محتاجه الى مجهود كبير جدا في الدول الناميه، الى الان صورته ما واضحه. حتى الدول اللي عملت نوع من التخطيط يعني ما استكملت المقومات بصوره كبيره جدا، وفي اسباب يعني خارجيه دوليه واسباب محليه ومعوقات، يعني دي كلها كثير بدنا نخش فيها، لكنها بتاثر على الاداء الاقتصادي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في عرض هذه المادة أو هذه المفردة من مواد الاقتصاد، مبادئ الاقتصاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد تكاملت ما فيها من معلومات من معلومات السابقة في هذا الشأن، وأصبحت صورة مبادئ الاقتصاد بصورتها الكلية إلى حد ما واضحة، قابلة لأن تستزاد من خلال المطالعات والقراءات والارتباطات بين أفراد الفصل الدراسي او افراد الدفعه الدراسيه مع بعض، لان المعلومات دائما بيتم تبادلها بين الافراد بتكون وحده متكامله. واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.